مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقات اليومين دول مهمة جدا عشان خلاص مباراة الأهلي والزمالك بعد بكرة، مباراة السوبر المصري لموسم 2017-2018، الموسم اللي قبل اللي فات ده. فمباراة طبعا غاية في الأهمية، بالتالي الحديث كتير جدا جدا على هذه المباراة واستعدادات الفريقين، واللي بيهمنا أكتر طبعا استعدادات النادي الأهلي اللي بنأمل وبنتمنى حصده لهذا اللقب الهام جدا وعلى حساب غريم قوي وفريق قوي زي نادي الزمالك. بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة، بالتالي النهاردة أخبارنا هتكون معظمها على مباراة السوبر. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الأستاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابة أخبار اليوم، وهنستفيد في الحديث أيضا عن هذه المباراة. عندنا كلام كتير كالعادة بعد أبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا. الأهلي يعسكر في الإسكندرية غدا استعدادا للسوبر. الأهلي يكشف موقف أزارو قبل مواجهة الزمالك. الأهلي يستعيد ربيعة قبل السوبر. لجنة الحكام تقرر تطبيق التعديلات الجديدة في مباراة السوبر. الجبلية تعلن أسعار تذاكر السوبر. اللجنة الخماسية تحسم اليوم ملف المدير الفني للمنتخب. الاتحاد التركي يحيل النني لمجلس التأديب. عايزين ندخل في اجواء المباراه كده بالتحديد من الجانب الفني، علشان كده معايا على الهاتف مداخله غايه في الاهميه مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم منتخب مصر، الكابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا امير، واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. منورنا دايما في القناة يا كابتن عادل، وعايزين نستغل الفرصة ان حضرتك معانا في مداخلة ونتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك، هذه المباراة المرتقبة في ظل يعني تساوي الفرص ما بين الفرقتين وقوة هنا وقوة أيضا في نادي الزمالك. بتشوف المباراة من الجانب الفني ازاي يا كابتن عادل؟ أولا طول عمرنا عارفين إن الأهلي والزمالك ما تبقاش فيها أي تكهنات. تمام. الا الفتره الوحيده اللي كان ليها تكهنات هي كانت فتره مجلس. احنا كنا الاهلي هيكسب، كنا بنقول هيكسب كام وازاي بالظبط. تمام. لكن المباريات تقارب اللي يوم شغال كويس والاعصاب افضل والمركز اكثر هو اللي فيه يعني. ولكن كان الفرقه بتبقى مثلا مباريات قبل المباراه بقت افضل، ممكن تنغلب انا مع زمان ممكن تبقى الافضل قبليها يعني ما لهاش تكهنات. افتكر ان هي جايه في الثالث سنه فعايزين ده رقم واحد. الزمالك ده أكثر مباريات النادي الأهلي في الأعداد شوية. الصوت مش واضح نسبيا للأسف. كابتن عادل لو ينفع حضرتك بس تتحرك شوية بالتليفون عشان نسمع حضرتك بوضوح. طيب هنحاول نعاود الاتصال بالكابتن عادل عبد الرحمن، مش عارف اليومين دول في إيه مشكلة في التليفونات في الحقيقة. لكن في كل الاحوال كلام هيكون مهم جدا من لعيب كبير زي الكابتن عادل عبد الرحمن، ونتكلم على المستوى الفني والجانب الفني الخاص بالاهلي والزمالك قبل هذه المباراه. وفي الحقيقه الفرقتين جامدين قوي، مباراه نتيجتها غير متوقعه اطلاقا اكيد كعاده مباراه الاهلي والزمالك. زي ما قال كده الكابتن عادل عبد الرحمن، الفتره الوحيده فعلا اللي كان توقع دايما بيروح للنادي الاهلي فتره مستر مانويل جوزيه. كان النادي الاهلي ما شاء الله مليء بالنجوم، نادي الزمالك ما كانش في حالته خالص. هي دي فعلا الفترة الوحيدة اللي كان ممكن تقول الأهلي هيكسب وهيكسب كام وكلام من ده، مع كل الاحترام طبعا والتقدير لنادي الزمالك ككيان وفريق كبير، لكن فعلا الفترة الحالية فرقتين
جامدين، اسماء هنا تقيله جدا واسماء هنا تقيله جدا، فمن المنتظر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا من المستوى الفني. التمنيات طبعا كلنا نتمنى، بالتحديد الاهلاويه يعني بيتمنوا فوز النادي الاهلي بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يا رب ده اللي يحصل. بالتالي الحديث عن هذه المباراه من عده جوانب، عايز اتكلم على جانب الحضور الجماهيري. هيبقى فيه زي ما حضراتكم عارفين 5000 مشجع للنادي الاهلي و5000 مشجع لنادي الزمالك، التوتال كله 10000، وده شيء نسبيا ايجابي. طبعا كنا نتمنى الاعداد تبقى اكتر من كده، لكن احنا عارفين دايما مباريات الاهلي والزمالك تبقى صعبه. قبل ما اتكلم على موضوع الجماهير نروح للكابتن عادل عبد الرحمن مره ثانيه. كابتن عادل اهلا بحضرتك من جديد، اتفضل. كنا بنتكلم عن المباراه. ايوه اتفضل. انا مش عارف احنا يعني المفترض ابدا منين، ولكن هبدا باختصار بسرعه. اتفضل. الخط كان يسع. بقول لك ان مباراه القمه ملهاش تكهنات. تمام. رقم واحد، رقم اثنين، مباراه القمه ايام من هي اللي فقط اللي كان لها تكهنات. ان احنا النادي الاهلي كسب، النادي الاهلي لعب 18 مباراه كسب منهم 15 مباراه ورا بعض، تعادل اثنين، اتغلب واحد، وكان منهم دي مش موجود كمان في المباراه. ولكن اتكلم على مباراه السوبر. مباراه السوبر هتبقى مباراه كويسه، اثنين مدربين لعبوا، الاثنين لعبوا اخر مباراه ليهم افريقيه، والاثنين لعبوا بالسته بره، يعني الاجهاد واحد، السفر واحد بالظبط. فالمباراه هتبقى هجوميه، انا متوقع كده هتكون هجوميه وهتخلص قبل الوقت الاضافي او البنالتيات، لان الفرقتين عايزين يبداوا الموسم. اوحش حاجه للمدرب الجديد ان هو يبدا الموسم في مباراه صعبه ممكن تاثر في مشوار التدريب، لان مباراه الاهلي والزمالك هي المباراه اللي المفترض ان المدرب بيلعبها وبتديله دفعه كبيره قوي. فانا اتمنى الاول ان النادي الاهلي طبعا ان شاء الله هيكسب باذن الله ان شاء الله، يعني اتمنى ان هو يكون الافضل، اتمنى ان هو يكون استفاد من المباراه الافريقيه الاخيره استفاده اكثر. لكن ممكن انت تلعب مباراه والزمالك تلعب مباراه، لكن انت تقدر تستفاد من التجربه بتاعتك افضل من النادي اللي هتلعبه يعني. ولكن قوه الفرقتين في حته جوه الملعب، افتكر ان نادي الزمالك عنده هجوم قوي، النادي الاهلي عنده هجوم قوي جدا فعلا. نص الملعب في الفرقتين متوازي شويه. الحته الدفاعيه في الفرقتين اقدر اقول لك يعني النادي الاهلي متحسن نسبيا عن نادي الزمالك بوجود علي معلول، والله اعلم احمد فتحي، واتمنى ان يكون متواجد، وايمن اشرف، وممكن محمود متولي. يعني اقدر اقول لك ان النادي الاهلي نسبيا كفته ارجح في الحته الدفاعيه. المدرب اللي هيقدر يعمل انضباط تكتيكي جوه الملعب، اللي هيقدر المهاجمين بتوعه يقدروا يستغلوا اقرب فرصه دي، هو اللي هيقدر. طيب عايز اسال حضرتك يا كابتن عادل، مين من اللاعبي الفريقين اللي يقدروا يرجحوا كفه فريق عن الاخر؟ يعني مين في الاهلي اللي يفرق معاه قوي في الماتش ده، ومين في الزمالك اللي يفرق معاه قوي في الماتش ده؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه، يمكن النادي الاهلي افتكر انه في الوقت الحالي الكفه اللي هي ممكن ترجحه بس الكفه التنظيميه والاداء الجماعي، ليس فرد واحد اللي يقدر يكسب نادي الاهلي، المجموعه كلها. يمكن الحاجه اللي هي يعني انا مش عارف، ممكن المدرب هيلعب في مين، ودي يمكن الاختبار اللي انا شخص بالنسبه لعادي مش بالنسبه لاي حد تاني، ان انا مستني مدرب النادي الاهلي الجديد. افتكر ان هو عمل المباراه الاولانيه الافريقيه في افراد، هشوف هو هيعمل ايه المباراه الثانيه، هشوف مدى استجابه اللاعبين ليه، بواحد اثنين، هو هل كان بيلعب اللعيبه لاهداف معينه في المباراه دي عشان مباراه الزمالك. كل التساؤلات دي انا هشوفها حدان في الماتش. اما نادي الزمالك، افتكر ان هو الحته الهجوميه عنده عندها خفيف حركه، فيجب ان لاعيبه النادي الاهلي المدافعين بالذات يعملوا عمق دفاع شويه في القوة اللي هي طيب
الخط قطع مره ثانيه. بنشكر كابتن عادل عبد الرحمن طبعا نجم النادي الاهلي السابق، واتكلم باستفاضه في الحقيقه عن مباراه الاهلي والزمالك من الجانب الفني بالتحديد، وان شاء الله في كل الاحوال باذن الله باذن الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا مباراه صعبه جدا يعني، لكن بما اننا كنا بنتكلم على موضوع الجمهور قبل مداخله كابتن عادل عبد الرحمن، ففي خبر لسه منذ لحظات، الاهلي يطرح تذاكر السوبر اونلاين الساعه 6:00 مساء اليوم. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي اكد ان الاداره تسلمت التذاكر الخاصه باعضاء وجماهير الاهلي في مباراه السوبر المقرر اقامتها 8:00 مساء الجمعه المقبل في استاد الجيش برج العرب، وقال ان اللجنه المؤقته لاتحاد الكره خصصت 4500 تذكره لكل نادي وحددت فئاتها ب 100 جنيه للدرجه الثالثه و 300 جنيه للدرجه الاولى، ولا توجد فئات اخرى وفقا لما قرره اتحاد الكره في الاجتماع التنسيقي للمباراه. واكد مرجان انه تقرر طرح التذاكر المخصصه لاعضاء وجماهير الاهلي من خلال النظام الالكتروني اونلاين ابتداء من الساعه 6:00، يعني خلاص من حوالي ربع ساعه كده تم طرح التذاكر اونلاين لتكون التذاكر متاحه امام الجميع دون تمييز، وحتى لا يحدث اي تكدس امام منافذ البيع اليدوي، ده شيء مهم. العميد محمد مرجان كمان اشار الى انه كان يتمنى ان يكون عدد التذاكر المخصصه للنادي الاهلي اكبر من تلبيه رغبه الالاف الجماهير الراغبه في حضور المباراه، لكن هناك ظروف يقدرها الجميع. الجزئيه اللي بالتحديد عايز اتكلم عنها والعميد محمد مرجان اتكلم فيها، قال ان امله في التزام كل فرد بدور حتى تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها، وده أهم شيء في الحقيقة. وأكد أنه يثق في التزام جماهير الأهلي، كلنا طبعا بنثق في الجزئية دي، ومبادرتها الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها ولاعيبة الفريق طوال ال 90 دقيقة. فده الخبر الخاص بالتذاكر، وان شاء الله باذن الله باذن الله نتمنى ان الجمهور يكون على قد المسؤوليه في هذه المباراه، لان دي هتكون بدايه لعوده الجمهور بشكل حقيقي وبسعه للملاعب الكامله، يعني تحضر بالعدد اللي انت عايزه. فالبدايه هتكون في مباراه ايه؟ مباراه الاهلي والزمالك، ان شاء الله الامور كلها تسير بالشكل المطلوب وباذن الله تخرج بافضل صوره. ده فيما يتعلق بالمباراه. عايز اروح سريعا قبل ما نتكلم على اخبار الاهلي في الصحف، عايزين نقول على مباريات طبعا تشامبيونز ليج بالامس، كان في عدد من المباريات، بدايه دور المجموعات دور ال 16، انتر ميلان تعادل مع سلافيا براغا 1-1، ليون الفرنسي تعادل مع زينت سان بيترسبورغ 1-1 الروسي طبعا، كمان بورسيا دورتموند وبرشلونه كان ماتش جامد جدا 0-0 ورويس ضيع ضربه جزاء، نابولي كسب ليفربول 2-0 دقيقة 80 جون ودقيقة 88 أو 90 كمان جون، وريد بول سالزبورغ كسب جينك البلجيكي 6-2، أياكس أمستردام كسب ليل الفرنسي 3-0، فالنسيا فاز على تشيلسي في الستانفورد بريدج 1-0، وبنفيكا البرتغالي خسر من لايبزيج الألماني على ملعبه 2-1. النهارده طبعا في عدد من المباريات الاخرى، في كلوب بروج مع جلاتا سراي، اولمبياكوس اليوناني مع توتنهام هوتسبير، بايرن ليفركوزن مع لوكوموتيف موسكو الروسي، باريس سان جيرمان طبعا مباراه ريال مدريد هتكون مباراه قويه جدا، دينامو زغرب واتلانتا برضو هتكون من ضمن مباريات اليوم، بايرن ميونخ وسفينا زفيزدا من صربيا، واتلتيكو مدريد ويوفنتوس ماتش ناري، وشاختر دونيتسك ومانشستر سيتي ايضا هيبقى ماتش قوي. نروح سريعا لاخبار الاهلي في الصحف النهارده ايه؟ يلا. الاخبار، تحفيز وتحذيرات في الاهلي والغموض سلاح بايلر. الاخبار المسائي، الاهلي يجهز اوراقه لقمه السوبر، ياسر ابراهيم بجوار متولي في الدفاع وسليمان ورقه اساسيه. روزل يوسف، فايلر يكشف للاعبي الاهلي ثغرات الزمالك. اليوم السابع، فايلر يكشف سبب منع اللاعبين المستبعدين من ركوب اتوبيس الاهلي، هنتكلم فيه. مجله الاهلي، ليلتنا سوبر ان شاء الله، الاهلي بالاسلحه الثقيله يتحدى الزمالك بالصفقات الكثيره. مجلة الأهلي، الزمالك وشه حلو على الأهلي، في خمس لقاءات جمعتهم في السوبر كانت الفرصة
الحمراء 4 مرات. الأهرام، فايلر يطالب لاعبي الأهلي بتحجيم خماسي المنافس في السوبر. المدرب السويسري يستقر على التشكيل ويراهن على مقاعد البدلاء. الأهرام الرياضي، مؤمن زكريا الإصابة حيرتني. الجمهورية، فايلر محتار بسبب الكبار، الأهلي يدرس منافسه ويعيد ياسر إبراهيم. المسا، الأهلي عايشها سوبر، فايلر يرفض التغيير، يراهن على خط الوسط وخمس مباريات تكشف ثغرات الأبيض. الدستور، فايلر يحذر من خطورة تشيكا وبن شرقي في مباراة السوبر، ياسر يقترب من قيادة الدفاع الأهلي، أزارو جاهز والخطيب يضغط لقيد كهربا في يناير. الوفد، الأهلي يرفض المغامرة بربيعة أمام الزمالك، وياسر يقود الدفاع، الخطيب يدعم مؤمن ويكرم أبطال القلعة الحمراء. الشروق، الأهلي يرصد مكافآت كبيرة للفوز بالسوبر، فحص طبي لأزارو، رامي ربيعة يعود للتدريبات خلال 48 ساعة، وبرنامج بدني خاص لتجهيز محمد محمود. الوطن، الأهلي يستعد للسوبر بمعسكر مغلق ومنع لاعبيه من السوشيال ميديا. المصري اليوم، الدفاع صداع في رأس فايلر قبل مواجهة السوبر، عدم جاهزية ربيعة يربك الحسابات، الجهاز الفني يدرس الاستعانة بفتحي، وبرنامج خاص لتجهيز محمد محمود. طيب نبتدي بجريدة الأخبار. جريدة الأخبار قالت إيه النهاردة عن النادي الأهلي؟ وفي الحقيقة الكلام مش على النادي الأهلي بس، هو خلاص دلوقتي الكلام على السوبر. تحفيز وتحذيرات في الأهلي والغموض سلاح فايلر. الغموض ليه؟ لأن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت كانت غير مذيعة، فبالتالي ما حدش عارف فكر مستر فايلر كان عامل إزاي. عارفين الأهلي كسب، عارفين التشكيل ده بالنسبة بقى لينا إحنا كأهلاوية أو للمنافس يعني، فالرؤية مش واضحة، فممكن يكون ده سلاح فعلا لمستر فايلر في هذه المباراة. تحفيز وتحذيرات في الأهلي، طبعا لعيبة النادي الأهلي مش محتاجة تحفيز إطلاقا، الكل عارف كويس قوي أهمية هذه المباراة، وهي مباراة بطولة، فأنت طبيعي مطالب إنك تكسب في كل الأحوال حتى مشوار بطولة، وكمان ما بالك أنت بتلعب نادي الزمالك، فمباراة قوية جدا. محتاجين إيه؟ بإذن الله مفيش بديل عن الفوز. اللعيبة مدركة الجزئية دي بشكل كويس جدا يعني. فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. نروح للأخبار المسائية. الأهلي يجهز أوراقه لقمة السوبر، ياسر إبراهيم جوار متولي في الدفاع وسليمان ورقة أساسية. كل دي تكهنات بالتشكيل، وده طبيعي خلال الأيام اللي بتظبط مباريات القمة أو أي مباريات بشكل عام، الكل بيحاول يتكهن، يقول لك الأهلي هيلعب فلان الفلاني، لا ده مش هيبتدي، ده هيبقى ورقة أساسية. الكلام ده مش هيبقى معروف غير لما نشوف الماتش، ما نشوف التشكيل قبل المباراة على طول، ونشوف اللعيبة في الملعب. لكن موضوع إن وليد سليمان ورقة أساسية، الموضوع مش مضمون خالص، لأن وليد سليمان المباراة الأخيرة كان بديل. ياسر إبراهيم بجوار متولي في الدفاع، ده الأقرب، لكن خليني أقول لحضراتكم إن رامي ربيعة جاهز لهذه المباراة. رامي ربيعة جاهز لخوض هذه المباراة، هيتبقى الخيار لمستر فايل، هل يلعب برامي ربيعة العائد من الإصابة جنب متولي، ولا ياسر إبراهيم هو اللي هيبتدي المباراة جنب متولي؟ ده هنشوفه وهنعرفه خلال المباراة. معظم الأوراق كلها جاهزة في الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي. نروح لروزل يوسف. روزل يوسف بتقول ان مستر فايلر يكشف لاعبي الاهلي ثغرات الزمالك، واللي تتمثل في ايه من خلال الخبر الخاص بروزل يوسف؟ تتمثل في رقم واحد العرضيات، قد تكون نقطه ضعف عند دفاع نادي الزمالك، سوء التمركز ايضا في الجانب الدفاعي، والتصويب ممكن يكون من خارج المنطقه او حاجه. برضو نادي الزمالك نادي قوي جدا، عنده لعيبه مميزه جدا، فبرضه دي كلها ممكن تكون تكهنات او قرايه الفريق من قبل روزل يوسف والصحفي طبعا العزيز الزميل العزيز اللي كتب هذا الخبر. لكن تبقى الرؤى الفنيه الخاصه بكل مدرب بتبقى مختلفه اكيد عن رؤيه اي حد تاني يعني من المتابعين من الجماهير. في كل الاحوال نتمنى ان الاتجاهات كلها الامور كلها تؤدي لطريق واحد. طريق ايه؟ ان باذن الله الاهلي يكسب، مش عايزين اكتر من كده، هو ده اهم حاجه ان شاء الله.
اليوم السابع ده خبر مهم قوي. فايلر يكشف سبب منع اللاعبين المستبعدين من ركوب اتوبيس الاهلي. الاطراف تشير حيره الجهاز الفني قبل مواجهه الزمالك والاحمر يدخل معسكر السوبر. هعلق بس على الجزء الاولاني لان هو خبر في الحقيقه غير صحيح، والمتن كمان هما بيتكلموا على ان مستر فايلر كان ليه وجهه نظر في مباراه كانو سبورت ان اللاعبين المستبعدين من مباراه كانو سبورت ما يركبوش اتوبيس الفريق اللي رايح الملعب. بيقولوا ان دي كانت وجهه نظر مستر فايلر، الكلام ده غير حقيقي اطلاقا. الموضوع كان ايه؟ كان طلب من مراقب المباراه، مراقب المباراه الخاصه بالاهلي وكانو سبورت هناك في غينيا الاستوائيه. طلب ايه؟ قال لهم يا جماعه احنا عايزين 18 لعيب اللي هيلعبوا الماتش اللي هم اللي موجودين في السكور شيت للمباراه هم اللي يكونوا متواجدين في الحافله اللي هتنقل الفريق من الفندق لملعب المباراه. وده بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، وطبعا مراقب المباراه بيبقى مندوب يعتبر من الاتحاد الافريقي. فالامور دي تم تنسيقها مع الكابتن ماهر عبد العزيز اداري النادي الاهلي اللي كان موجود مع البعثه. ده دي كل القصه، هو ده الموضوع. لكن مستر فايلر كان ليه رؤيه، وعلى فكره كان في محاولات ان اللعيبه تركب وتمشي، يعني كل اللعيبه زي ما هو المعتاد يركبوا ويمشوا مع الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي. البعض بقى تكهن قال لك ايه ده، مستر فايلر استبعد الناس دي من ركوب الاتوبيس وهو واخد اتجاهات من بعض اللاعبين ومش طايق ده ومش عايز يلعب ده ومش مقتنع بده. الكلام ده كله غير صحيح اطلاقا. القصه زي ما حكيتها لحضراتكم دلوقتي بالظبط، تعليمات من مراقب المباراه وانت بدورك لازم تنفذ التعليمات يعني. بس مفيش اكتر من كده يعني. وكان في محاولات ان هم يركبوا ويمشوا عادي يعني. نروح لمجله الاهلي. ليلتنا سوبر ان شاء الله باذن الله. الاهلي بالاسلحه الثقيله يتحدى الزمالك بالصفقات الكثيره. طبعا نادي الزمالك عمل عدد كبير قوي من الصفقات خلال الفتره اللي فاتت، فتره القيد الصيفيه، وصفقات في الحقيقه طبعا كلها قويه. والميزه عند نادي الزمالك ان الصفقات دي انسجمت سريعا مع مدير فني جديد. فدي تعتبر شيء ايجابي وميزه عند فريق نادي الزمالك. في المقابل انت عندك استقرار اكتر. التدعيمات كانت في اضيق الحدود، جبت ثلاث لعيبه بس بالاضافه لتجديد اعاره رمضان صبحي. ابتديت البناء في يناير بس خلاص لعبوا مع بعض فتره طويله، جبت 7-8 لاعبين في يناير دول لعبوا خلاص انسجموا والدنيا ماشيه الحمد لله. فده قدام ده الاستقرار امام الصفقات الجديده. كلها طرق بيتم قراءه بيها المباراه قبل بدايتها، لكن على ارض الواقع هنشوف مين الاحسن ومين الاقوى، وباذن الله الاحسن والاقوى برضه يكون النادي الاهلي ان شاء الله. نروح لايه؟ نكمل مع مجله الاهلي. في 5 لقاءات جمعتهم في السوبر كانت الفرصه الحمراء 4 مرات، الزمالك وشه حلو على الاهلي. عايز اقول لحضراتكم تاريخ مباريات السوبر ما بين الاهلي والزمالك. اول مباراه كانت في 2004 موسم 2003-2004 مباراه السوبر، ودي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 بضربات الجزاء الترجيحيه. كان ساعتها مستر توني اوليفيرا لو تفتكروا هو المدير الفني للنادي الاهلي، وكان جاي بعد اول ولايه لمستر مانويل جوزيه. كان المدير الفني للزمالك كان في نجاده في هذا التوقيت. ده اول سوبر الاهلي فاز في هذه المباراه بضربات الجزاء الترجيحيه 3-1. 2008-2009 الاهلي كان بطل الدوري والزمالك كان بطل الكاس. الاهلي كان تحت قياده الساحل البرتغالي مانويل جوزيه، طبعا الزمالك كان هولمان هو المدير الفني ليه، والاهلي فاز بنتيجه 2-0. 2014-2015 الاهلي كان بطل الدوري والزمالك كان بطل الكاس، كان خوان كارلوس جاريدو هو المدير الفني لنادي الاهلي وحسام حسن كان هو المدير الفني لنادي الزمالك، وانتهى بفوز النادي الاهلي 5-4 ضربات جزاء ترجيحيه كانت دراماتيكيه. 2015-2016 الزمالك فاز ببطوله الدوري وكاس مصر عن موسم 2014-2015، الاهلي ما كانش فاز ولا دوري ولا كاس، ولعب هذه المباراه كانت تحت قياده كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير فني مؤقت في هذا التوقيت، وكان فيريرا هو مدير فني لنادي الزمالك، وانتهت بفوز النادي الاهلي في مباراه كانت مثيره جدا 3-2 كلنا طبعا فاكرينها. الفوز الوحيد لنادي الزمالك كان في 2016-2017 المباراه ايضا كانت في الامارات وكسبوا 3-1 بضربات الجزاء الترجيحيه. ده تاريخ مواجهات الفرقتين في مباراه القمه، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز الخامس للنادي الاهلي في 6 مباريات ان شاء الله المباراه القادمه. نروح لجريده الاهرام. فايلر يطالب لاعبي الاهلي بتحجيم خماسي المنافس في السوبر، المدرب السويسري يستقر على التشكيل ويراهن على مقاعد البدلاء. الخماسي اللي هم كاتبينهم في الخبر مين؟
شيكابالا، طارق حامد، اشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، مصطفى محمد. فعلا هم خماسي طبعا تقيل، لعيبه كويسه جدا اكيد يعني، لكن في كل الاحوال انت عندك لاعبين برده جامدين جدا جدا. فالمباراه بصراحه متكافئه، الاثنين فرقتين محترمين من الجانب الفني يعني، ما تقدرش تتوقع في الحقيقه. المدرب السويسري يستقر على التشكيله ويراهن على مقاعد البدلاء. النادي الاهلي مكتمل في الحقيقه، سواء لاعبين اساسيين او الموجودين على مقاعد البدلاء، اكيد كله هيبقى ليه دور، وباذن الله الاهم ان شاء الله الاهلي يكسب. نروح للجمهوريه. فايلر محتار بسبب الكبار، الاهلي يدرس منافسه ويعيد ياسر ابراهيم. طبعا تم دراسه نادي الزمالك بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، بالتحديد مستر فايلر اتفرج على كل المباريات خاصه بنادي الزمالك تحت قياده ميتشو المدير الفني الصربي لنادي الزمالك، واكيد كان ليه بعض الملاحظات سواء كايجابيات عند نادي الزمالك او كسلبيات ممكن يقدر يتعامل معاها ويستغلها. باذن الله نكون موفقين. عايز اتكلم في موضوع ياسر ابراهيم، لسه مش محسوم، وارد ان رامي ربيعه يكون متواجد، هنشوف الامور هتمشي ازاي. وبعد شويه هيكون معنا كريم احمد مراسلنا عشان نعرف كل الاخبار هتكون ايه. حته ان الاهلي محتار او فايلر محتار بسبب الكبار، ده بسبب توافر عدد كبير جدا من اللاعبين الجاهزين لهذه المباراه. طيب نروح للدستور. فايلر يحذر من خطورة شيكا وبن شرقي في مباراة السوبر، وياسر يقترب من قيادة دفاع الأهلي، أزارو جاهز، بيتم محاولة تجهيز أزارو. حتى الآن لسه مش أكيد أن أزارو يكون جاهز لهذه المباراة. جزئية أن الخطيب يضغط لقيد كهربا في يناير، إحنا فين ويناير فين؟ لسه بدري لسه بدري. خلينا نروح لخبر آخر، نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بتتكلم على ايه؟ الدفاع صداع في راس فايلر قبل مواجهه السوبر. امبارح برده كان في خبر مشابه لهذا العنوان، ومفيش صداع ولا حاجه يعني. ياسر ابراهيم متولي هيكون موجودين، لو رامي جاهز بنسبه 100% هيكون موجود، مش جاهز ممكن يتم استعانة بيه كبديل. كل الامور دي لسه هيتم حسمها خلال الساعات القليله القادم. عدم جاهزيه ربيعه يربك الحسابات، لا ربيعه جاهز باذن الله. الجهاز الفني يدرس الاستعانه بفتحي كمدافع يعني، لا فتحي لو لعب هيكون باك رايت، وبرنامج خاص لتجهيز محمد محمود ان شاء الله سريعا. محمد محمود خلال الفتره الجايه هيعود ويشارك في المباريات بعد مشاركته في التدريبات الجماعيه باذن الله، وهو داخل فيها زي ما احنا متابعين دايما بشكل تدريجي. دي اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع، نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يعسكر في الاسكندريه غدا استعدادا للسوبر. فيتو، الاهلي يكشف موقف وليد ازارو قبل مواجهه الزمالك في السوبر. 1-3، الاهلي يستعيد رامي ربيعه قبل مواجهه الزمالك. الفجر الرياضي، رينييه فايلر يضع خطه تامين دفاع الاهلي في السوبر. سوبر كورة، مدرب جديد في جهاز الكرة بالأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري. سبورت 360، 30 لاعبا سنة أولى سوبر، 18 زمالك و12 أهلي. الوفد، برنامج خاص لتأهيل سعد سمير. سوبر كورة، بقاء إجباري للأهلي في برج العرب بعد مواجهة الزمالك في السوبر. في اليوم السابع، مؤمن زكريا يطير لألمانيا غدا ومحاولات لتأجيل سفره 48 ساعة. نبتدي بالمعسكر الخاص بالنادي الأهلي من خلال الموقع الرسمي للنادي، بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الأهلي يعسكر في اسكندرية غدا استعدادا للسوبر. الفريق بكرة عنده مران في تمام الساعة الرابعة أو الرابعة ونصف عصرا، هيخلص المران ويتجه مباشرة لمقر الإقامة الخاص به في مدينة برج العرب، ويستعد بقى قبل المباراة ب 24 ساعة. واستعدادات في الحقيقة هتكون من خلال محاضرات وكلام كتير ما بين الجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله يكونوا موفقين. نروح لفيتو واللي بيتكلموا على الأهلي يكشف موقف وليد ازارو قبل مواجهه الزمالك في السوبر. زي ما قلت لحضراتكم، في محاولات لتجهيز وليد ازارو على اقل تقدير يكون متواجد على دكه البدلاء، وده برضو هنعرفه بعد شويه من خلال مداخله هدفيه مع كريم. نروح ل 1-3،
الاهلي يستعد رامي ربيعه قبل مواجهه الزمالك، ورامي جاهز لهذه المباراه. طيب نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لكريم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك جميل امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. طمنا يا كريم، الاخبار عندك ايه؟ اخبار مطمئنه كلها يا امير، يمكن الحمد لله متابعتنا للتدريبات كلها الحمد لله حماس تركيز كبير جدا لمباراه السوبر اكيد النادي الاهلي ونادي الزمالك على استاد برج العرب، مباراه ليها حسابات كونها بطوله السوبر وكونها ايضا كمان مباراه نادي الزمالك حسابات خاصه ولا حسابات خاصه تحديدا مع لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اللي اكيد ان شاء الله يا امير باذن الله يكون النادي الاهلي موفق، تكون بطوله تحت اسم المدير الفني الجديد مستر بايلر باذن الله، اللي بيقوم بدور كبير من خلال متابعتنا المستمره للتدريبات. الحقيقه يمكن كل حاجه، كل تدريب، كل الامور الخاصه بالجانب النفسي، الحاجات النفسيه، الحاجات الفرديه بيتعامل فيها بشكل كبير جدا مع اللاعبين، بيحاول ان هو يحضر كافه اللاعبين، كل لعيب لابد يكون ليه دور، وبياكد على هذا الامر بيقول كل اللعيبه لازم تكون جاهزه. هو يمكن بيحاول يفصل شويه امير اللعيبه اللي بتركز في او اللعيبه بشكل عام اللي بيكون عليها تركيز في التدريبات او المباريات، واللعيبه اللي ما بقاش ليها دور كبير او بيبقى فيه استعانه بسيطه بيحاول ان هو يكون ليهم دور بس بعيدا شويه عن الفريق. ده يمكن رؤيه وبتبقى رؤيه مهمه لان الراجل عايز يفرض مزيد من التركيز، عايز يحفظ كل لعيب فكره في التدريبات. النهارده يمكن تدريب كان في جرعات تدريبيه كلها تكتيك بشكل كبير جدا امير، الراجل مركز على التصويب، مركز على الضغط بشكل كبير جدا وسط الملعب، كل يمكن خمس دقائق او 10 دقائق في التقسيمه بيحاول ان هو يكون في ايقاف للتقسيمه، يشرح التعليمات، التحركات، سرعه الارتداد، تصحيح الاخطاء كمان لمباراه كان سبورت المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي، وفي استيعاب كبير للاعبين وفي جديه وفي تركيز، لان هدف اكيد بالنسبه لنا هي مباراه السوبر ان شاء الله تكون انطلاقه جيده في وجود جمهورنا، جمهور النادي الاهلي اللي اكيد بنحيي وزاره الداخليه، مديريه امن الاسكندريه، اتحاد الكره على سرعه الاستجابه ووجود 5000 مشجع للنادي الاهلي و5000 لنادي الزمالك. المباراه بدون جمهور كانت هتبقى صعبه جدا لانها مباراه السوبر، لكن ان شاء الله باذن الله ثقات كبيره في جمهور النادي الاهلي، يكونوا مساندين، يكونوا مدعمين، تركيز، تحفيز، التركيز يكون فقط لتشجيع لعيب النادي الاهلي. عايز كمان اكد لك على رامي ربيعه امير اللي انت ذكرته من لحظات، بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا رامي ربيعه، وليه فرصه كبيره في مباراه السوبر، ده اللي واضح من مستر رينيه فايلر اللي دلوقتي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها امير بيحاول ان هو يعمل ضربات ثابته وبيركز على التمركزات سواء لخط الهجوم خط الدفاع، شايفين رامي ربيعه متواجد، شايفين محمود متولي، قفشه كمان على الكروسات من ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الراجل يعني بيحاول ان هو يكون في كرات الثابته يكون ليها تكتيك وشكل معين وتنفيذها في المباريات باختلاف الاماكن، يعني كل مكان بيكون ليه طريقه، كل زاويه بيكون ليها طريقه، وده شغل جديد، يعني شغل جديد بنشوفه مع مستر رينيه فايلر. الامور كلها الحمد لله امير مطمئنه. ازارو يا كريم، يعني لسه كنت اكد عليك باستثناء وليد ازارو هو اللاعب الوحيد اللي هيكون خارج القائمه الخاصه بالمباراه نظرا طبعا للاصابه في الركبه، لكن بشكل رسمي ازارو بره المباراه، مش موجود النهارده خالص في التمرين، ويمكن اتاكدنا كمان من طبيب النادي الاهلي يعني ازارو هيكون عاقد ان شاء الله مباراه السوبر متواجد مع فريق النادي الاهلي. الاصابات قلت ده مرنا امير، يعني شايفين محمد محمود بيأدي تدريبات الكره، سعد سمير بيأدي تدريبات الكره، يعني نقدر نقول وليد ازارو وكريم نثبت ضخ اللاعبين طبعا المصابين اللي ان شاء الله باذن الله يعودوا سريعا مع النادي الاهلي خلال الايام القادمه او المباريات القادمه. نقطه كمان مهمه زميل الامير، غدا هيكون تدريب النادي الاهلي هنا على استاد مختلف التنين، تجمع الفريق هيكون الساعه 2 ظهرا، التدريب هيكون 3 عصرا، يليه مباشره تدريب للاعبين اللي هيكونوا خارج القائمه. يمكن الراجل في المباراه الاولى مباراه كان سبورت درب اللاعبين اللي خارج قائمه صباح يوم المباراه، لكن طبعا وجود النادي الاهلي يوم الخميس هنا في استاد مختار التتش ومن بعدها الى الاسكندريه، فيكون التدريب غدا الاخير الساعه 3 عصرا، يليه تدريب للاعبين الغائبين عن مباراه الاهلي والزمالك. الحمد لله يعني كل الامور باذن الله في الاتجاه الصحيح للنادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. انا معاك يا امير ايضا. طيب الاثر الايجابي اللي سابه كابتن محمود الخطيب بعد جلسه الامس، قول لي ردود الافعال ايه بالنسبه للاعبين؟ كالعاده امير طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب بجانب ما هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يمكن اب لكل اللاعبين، وده اللي يمكن شايفينه لفه كانت رائعه جدا قبل ما اكلمك على المردود، مؤمن زكريا وتواجده ودعمه ومساندته الكبيره لمؤمن وحديثه كمان عن الفريق، كل اللعيبه بتعلم جدا وجود الكابتن محمود الخطيب في الملعب مختار هي رساله تحفيزيه، وما كان الكابتن محمود بيكون بيتكلم مع اللاعبين كلامه بيكون بسيط صادق الحدود، لكن كلامه كله تحفيز وكل كلمه بيقولها كابتن محمود بتصل للاعبين، لان يمكن كابتن محمود عارف
المرحله واهميه المرحله، وعارف اللعيبه اما بيكون الكلام جاي من قيمه كبيره زي كابتن محمود القصير بيتصل على محمل الجد وبيكون في تركيز كبير جدا، مردود كبير اللعيبه. يمكن اكدت لكابتن محمود ان مباراه السوبر ان شاء الله تكون بطوله داخل بلاد وبطولات النادي الاهلي. كمان الكلام اللي قال يعني قال لهم ابذلوا كل ما تطاقوا في هذه المباراه، افرحوا الجماهير، اسعدوا الجماهير، وده اللي يمكن اكد عليه اللعيبه الكبار عاشور وفتحي اكرامي الشناوي، قالوا بالفعل الكابتن محمود ان شاء الله باذن الله الكابتن محمود يكون عند حسن الظن ونسعد كل جمهور النادي الاهلي ليكون متواجد في مباراه الاهلي والزمالك، وان شاء الله اكيد كمان احنا بنتمنى ان لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا وتسعد كل الجمهور باذن الله. باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي، وفي الحقيقة طمنا بشكل كبير جدا على بعض أخبار الفريق في إطار الاستعداد لمباراة السوبر إن شاء الله يوم الجمعة. رامي ربيعة جاهز، تأكد غياب وليد أزارو من خلال كلام كريم ومتابعته للمران إن وليد أزارو بشكل رسمي خارج مباراة القمة وهيتم تجهيزه لما بعد مباراة الزمالك. بالتالي على فكرة ممكن تلاقي إن وليد أزارو مشي مع الفرقة بكرة بعد المران، ليه؟ عشان ممكن يلعب مباراة سموحة لو هو جاهز، فكل دي أمور بقى واردة، لكن مباراة الزمالك مش هيلعب وليد أزارو. طيب نروح لخبر آخر نتكلم عنه وهو من سبورت 360 واللي بتتكلم على بعض اللاعبين سواء في الأهلي أو في الزمالك اللي أول مرة يلعبوا مباراة سوبر، 18 من الزمالك و12 من الأهلي. هنقول لحضراتكم أسماء اللاعبين. من الأهلي عندك محمد الشناوي علي لطفي كمباراة سوبر، هم لعبوا طبعا مباراة أهلي وزمالك لكن كمباراة سوبر أول مشاركة ليهم في بطولة السوبر يعني. محمد الشناوي، علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، صلاح محسن، محمود وحيد، أحمد الشيخ، وجيرالدو. من الزمالك في عدد كبير 18 لعيب، محمد عواد ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي، احمد عبد العزيز، زيزو بس هو كده كده موقوف هذه المباراه، اشرف بن شرقي، محمد اوناجم، اسلام جابر، كريم بامبو، امام عاشور، مصطفى محمد، خالد بوطايف، فرجاني ساسي، حمدي النقاز، عبد الله جمعه، محمود عبد العزيز، محمد عبد الغني، شيكابالا، وعمر السعيد. ماشي. طيب نروح لخبر اخر. سوبر كور بيقول ان هيبقى في بقاء اجباري للاهلي في موقع او في برج العرب بعد مواجهه الزمالك في السوبر ده بسبب ان مباراه سموحه على طول هتكون يوم الاثنين، فاعتقد يعني خلاص يعني شبه تم تاكيد هذا الخبر ان انت هتخلص مباراه السوبر وتكمل هناك في برج العرب علشان تستعد لمباراه سموحه اللي هتتلعب ايضا في استاد الجيش ببرج العرب يوم الاثنين، يعني بعد حوالي يومين بالظبط من مباراه الاهلي والزمالك. طيب دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، نروح لبعض الأخبار المحلية والعالمية، يلا. اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد، يا مسهل. الغندور يلجأ للعلاقات الشخصية للخروج من مأزق حكام السوبر. الشروق تصل إلى 300 جنيه، اتحاد الكرة يستقر على أسعار تذاكر السوبر. فيتو، لجنة الحكام تقرر تطبيق التعديلات الجديدة في مباراة السوبر. الجبلية تدرس إنشاء لائحة خاصة لعقوبات أندية القسم الثاني مختلفة عن الدوري. الاتحاد التركي يحيل محمد النني لمجلس التأديب. بوابة أخبار اليوم، أول تعليق ليورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام نابولي. الشروق، صحف إنجلترا، صلاح 6/10 في سقوط ليفربول أمام نابولي. في الجول، بيليتش حجازي شارك في مباراة صغيرة معنا وكان جيدا للغاية. الشروق، أنشيلوتي يكشف سر حديثه مع كلوب. صدى البلد، صراع إيطالي إنجليزي على ضم نجم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. سبورت 360، اجتماع إدارتي ريال مدريد وباريس ينبئ بصفقة كبرى في المستقبل.
آس عربي. ثلاث عمالقة يتصارعون على ضم جوهرة نابولي. فيتو إصابة جديدة تضرب دفاع برشلونة. عايز اعلق سريعا على بعض الاخبار، بالتحديد اول خبر كان معانا وهو خاص بموضوع المدرب لمنتخب مصر، المدير الفني الجديد. لسه لحد دلوقتي المفروض ان النهارده يتم الاعلان، المفروض يعني الاسماء منحصره ما بين مين؟ كابتن ايهاب جلال، كابتن حسن شحاته، الكابتن حسام حسن، على الترتيب كده زي ما بقول لحضرتكم. الفرص ما زالت للكابتن ايهاب جلال نسبيا اعلى، وبعديه يجي الكابتن حسن شحاته، بعديه الكابتن حسام حسن. النهارده في اجتماع للجنه الخماسيه في مقر الاتحاد، والمفروض المفروض ان هم هيستقروا ويحسموا هذا الملف بقى. بصراحه عايزين ننجز يعني، ان تعطلنا كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت، فمهم قوي ان هم يعلنوا عن هذا الموضوع. فيما يتعلق بحكام مباراه القمه، من المعلومات اللي جايه لنا ان تم الاتفاق بالفعل مع حكام اجانب من اوروبا، هيكونوا حكام مميزين جدا لاداره هذه المباراه. اذا موضوع ان حكم عربي ده خلاص النسب قلت، وبالتالي موضوع ان يبقى في حكم مصري ده ان شاء الله مش هيحصل. يعني مش عشان تقليلا من الحكم المصري، لا اطلاقا، علشان هي مباراه حساسه جدا، اهلي وزمالك، فطبعا محتاجه حكام اجانب. طيب سريعا عايز اتكلم على بعض الاخبار العالميه، وبعد كده ناخد الضيف النهارده الاستاذ شادي محمد، وهيبقى حديث مهم وشيق جدا. عايز اروح للوطن سبورت، واللي بتقول الاتحاد التركي يحيل محمد النني لمجلس التاديب. محمد النني كان خرج مطرود في المباراه الاولى ليه مع بشكتاش التركي، كان في احتكاك قوي وضرب زميل ليه في الفريق الاخر برجله كده، فبالتالي اتطرد، لكن هو اتضرب الاول في الحقيقه بالكوع في وشه، فلجنه التاديب حاولت محمد النني للتحقيق عشان تشوف العقوبه الانسب بالنسبه له، لكن هو موقوف اعتقد مباراتين يعني. امبارح هزيمه ليفربول امام نابولي ليها اصداء عديده في جميع انحاء العالم، البعض ما كانش يتوقع ان الهزيمه تكون بالشكل ده، خصوصا ان ليفربول كان ممتلك مجريات الامور خلال هذه المباراه. يورجن كلوب علق على الهزيمه وقال ان احنا يعني ما كانش حالفنا الحظ في هذه المباراه، وانه حزين جدا بسبب هذه الهزيمه، وفي نفس الوقت هو بينظر دايما للامام. صلاح تم تقييمه طبقا لموقع الشروق من قبل الصحف الانجليزيه 6/10 في سكوت ليفربول امام نابولي. اعتقد محمد صلاح امبارح عمل مباراه كويسه، ضيع كورتين بس اعتقد ان هو عمل مباراه كويسه. حجازي من في الجول، المدير الفني بيليتش المدير الفني الكرواتي قال ان حجازي شارك في مباراه صغيره، كانت مباراه تعتبر ما بينهم وما بين بعض كده، الفريق يعني كان مقسم لفرقتين، فريق ويست بروميتش البيون، وحجازي شارك لاول مره يعني تعتبر في مباراه، وشارك بشكل جيد، وهم مبسوطين قوي بعوده احمد حجازي. الشروق انشيلوتي بيكشف سر حديثه مع كلوب بعد المباراه، وبعد المباراه مباشره كده بيسلموا على بعض زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، وقال له قال كلوب كلمه لطيفه جدا، قال له اطمن طالما خسرت من نابولي يبقى هتاخد دوري ابطال اوروبا. قصده ايه؟ قصده ان ده حصل السنه اللي فاتت، في اول جوله خسر ليفربول 1-0 في الدقيقه الاخيره من نابولي، ومع ذلك فاز ببطوله دوري ابطال اوروبا. نتمنى ان هي تتكرر عشان نجمنا المصري طبعا محمد صلاح. طيب دي كانت بعض الاخبار سريعا، عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل هنستضيف ضيفنا العزيز الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم، استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم. استاذ شادي منورنا. ازيك يا امير؟ منورك. الحمد لله تمام، وشرف ليا ان اكون موجود في قناه الاهلي ومعاك في الميديا. منورني. حديث اكيد حديث الساعه عن مباراه الاهلي والزمالك، كيف ترى هذه المباراه؟ القمه 118 اعتقد اللي هي جايه في وقت حساس، انا مش عايز اقول حرج او هو ما يعني ما يتوصلش غير اللي هو حساس. المباراه هتبقى صعبه على الفرقتين. حساس ليه او حرج ليه؟ اقول لك، اولا احنا خارجين من كاس امم ناجح، ودي اول مباراه كبيره تقام بعد كاس الامم محليه بين القطبين،
كل منتظر شكل المباراة هيبقى شكل هتخرج ازاي، التنظيم والمستوى الفني والاخراج، وكله مستني المباراة تبقى شكلها عامل ازاي. زائد طبعا ان في بعض السلبيات اللي بيتم تأجيج بعض الجماهير، بعض الشخصيات بتأجيج الجماهير او فطبعا ده ممكن تخليها مباراة حساسة جدا. ولكن استبشرنا خير بوجود جماهير، ودي فتحت خير ان شاء الله. بس خلي بالك كان في مباراه قبل كده الزمالك وبيراميدز كانت بجماهير بعد كاس الامم. بيراميدز ملوش جماهير، احنا برضه هنتكلم على الانفينيتين. هم عليهم جماهير يعني وخصوصا جماهير الاهلي. جماهير الاهلي اصلا بقالها فتره كبيره جدا يعني مش عارفه تحضر المباريات. يعني احنا خلينا نتكلم على المباراه بتاعتنا. ان المباراه هتبقى حساسه جدا، وطبعا زائد طبعا في صفقات فرقتين عملوها. المباراه كاس، يعتبر كاس، انت مباراه كاس يعني انت اللي هيكسب هياخد كاس. فلا طبعا حساسه جدا، واعتقد ان هتخرج مستوى فني لائق للكره المصريه، واعتقد ان هيبقى في نجوم ليها هيكتبوا اساميهم من جديد، وهيبقوا نجوم الكره المصريه الفتره الجايه. طيب هل في معطيات قبل هذه المباراه ممكن ترجح كفه الفريق عن الاخر من وجهه طبعا نظر؟ طبعا يعني احنا كمصريين عندنا حته التفاؤل والتشاؤم شويه، او نرجع للتاريخ شويه، بنقول ان في شهر سبتمبر في مباراه اتلعب بين القطبين، الغلبه كانت دايما للاهلي. طيب بالنسبه للسوبر، تاريخ مباراه السوبر الغلبه كانت للاهلي، كان كم مباراه للاهلي؟ كان تقريبا، انا مش قادر يعني احدد بالظبط، لان انت عارف حته التاريخ والاحصاء دي بتبقى عندنا صعبه شويه. لكن يعني بالمناسبه يعني في انديه لغايه دلوقتي انت مش عارف تاريخها بالظبط ايه انشائها، ورغم ذلك بيدوا نفسهم ارقام، يعني بيدوا سنين انشاء وهي مش حقيقيه. الغلبه كانت للاهلي يعني. لكن احنا عندنا مثلا مباراه السوبر، الاهلي والزمالك لعبوا جمعهم 5 لقاءات، الغلبه كانت للاهلي، كان بحوالي 4 مباريات مقابل مباراه، فده برضو يعني مدلول. لكن لو هنتكلم على على على, على ارض الواقع حاليا، ان مفيش يعني ما اقدرش اقول مين هيكسب الماتش، مفيش توقع للمباراه. الفرقتين اعتقد هم جاهزين، الاهلي يمكن عنده وليد ازارو هيغيب عن المباراه، الزمالك كامل، صفوفه كلها كامله بالصفقات الجديده، وفي شحن معنوي اليوم جاي. زيزو بس اللي هيغيب عن المباراه موقوف، يعني مش اصابات، يعني هنقول هو وقف اداري. لكن الاهلي عنده ايقاف، واتمنى رجوع ربيعه يلعب اساس الماتش اللي جاي، لان هيفرق كتير جدا جدا في دفاع الاهلي. فاعتقد الفرقتين جاهزين جدا لبعض، ويعني ان شاء الله هيبقى ماتش مميز جدا. لكن ان شاء الله هنقدم صوره جيده، هو ده الاهم، يعني المباراه تخرج بصوره جيده. لان انت هتتكلم بقى في موضوع ان الجماهير تعود للمدرجات بشكل طبيعي، فانت لازم تخرج من الماتش ده نرجع للاذان صور الديربي المصري. ان احنا بقالنا كتير قوي الجماهير ما حضرتش الديربي المصري بين الاهلي والزمالك. يعني اخر مره انا مش فاكر من امتى، كان فتره طويله قوي. فاعتقد ان المباراه دي يعني هترجع للاذهان، وهتبقى فتحه خير للجماهير ترجع. طيب البعض بيتكلم على ان مثلا دي مباراه لاثنين مديرين فنيين جداد، سواء مستر ميتشو مع نادي الزمالك او مستر فايلر مع النادي الاهلي. فبالتالي هل ممكن يكون في مؤشرات بالتحديد بالنسبه لاثنين مديرين فنيين؟ يعني الاهلي مثلا كسب المباراه الاخيره بره ارضه، الزمالك خسر 2-1 ايضا بره ملعبه، هل دي ايضا ممكن تفرق من الجانب المعنوي لفريق عن الاخر؟ لا مش هينفع ان احنا نقول كده في مباراه قمه ابدا. يعني التاريخ بيقول لا، ولا حتى ان ميتشو لعبوا عدد مباريات اكتر. هي دي بقى، دي تفرق شويه، ان فايلر لعب مباراه واحده. يعني انا ممكن التمس العذر شويه، مش في النتيجه الجايه لا طبعا، انا بقول فعموما ان فايلر لسه بيتعرف على الفرقه. في تدريبات كل يوم، وفي لكن طبعا يعني ما يكون موجود زي ميتشو. والاثنين برضه اعتقد برضه ان الناحيه الثانيه ان هو برضه لسه ما اتعرفش، او بدليل ان هو خسر اخر مباراه. يعني كانت الاداره مش جيده وما طلعش بالنتيجه الايجابيه اللي هو عايزها. لكن الزمالك لو حبينا نحط مقارنه، او نشوف الزمالك فرقته فيها مين، او الاهلي فرقته فيها مين، ممكن المباراه يعني مين هيرجح كفه الفريقين على الفريق على الاخر. يعني احنا لو هنبدا مثلا بالاهلي، انت عندك رمضان صبحي
شحات، خط الوسط عندك قوي جدا، السولية وحمدي فتحي، عندك في الهجوم انا شايف، انا متفائل جدا بصلاح محسن، متفاجئ لو هو بدا بيها انا متفائل بيه جدا. خلاص هي منافسه قويه بين صلاح ومروان على اللي يبتدي هذه المباراه، صحيح لكن صحيح ايضا صحيح. صلاح بيتالق، مروان طبعا لعيب كبير، صحيح صحيح صحيح. انا بتكلم ليه صلاح، صلاح عطشان عشان عايز يرجع وعايز وخد فرصته وقدر يحرز اهداف، فلا هو يعني انا شايف، وفي الاخر هي اختيارات مدير فني، يعني احنا بنشوف بنجتهد احنا وعندنا برضو احمد فتحي هيبقى ليه دور قوي جدا ان هو هيحاول يسيطر على مفاتيح لعب الزمالك في الجانب الايسر ليه. عندنا في قفشه بصراحة يعني أنا بالنسبة لي قفشة مفاجأة. أنت بتحاول تستنتج التشكيل ممكن يلعب النادي الأهلي. وطبعا صالح جمعة، يعني صالح جمعة مش محتاج أتكلم عليه، لكن إحنا بنتكلم في فكرة إن الأهلي عنده نجوم ومفاتيح لعب كتير جدا جدا، والبديل بتاعها. يعني إحنا بنتكلم قفشة وصالح الاثنين مستوى واحد. بنتكلم إن إحنا عندنا خط وسط قوي جدا. اعتقد ان احنا عندنا خط دفاع برجوع ربيعه، خط يعني يكاد يكون مكتمل، نقول هو مكتمل، خط مكتمل ما فيهوش اي مشاكل بالنسبه ان شاء الله برجوع. في المقابل بيغيب سعد سمير عن هذه المباراه، بيغيب ايمن اشرف اللي كان بيلعب في المركز ده بقاله سنتين طبعًا تقريبا. طبعا طبعا، بس بيعوضوا برضو وجود ياسر ابراهيم محمود متولي وربيعه. انا ربيعه الرومانت الميزان في خط الدفاع، بس خلي بالك موضوع ان ربيعه يلعب ده مش محسوم، لان صحيح ربيعه لسه راجع من الاصابه، وارد انه يبتدي مباراه وارد ما يبتديش. صحيح يعني صحيح صحيح صحيح. لكن الناحيه الثانيه بقى، انت في الزمالك في مفاتيح لعبه برضو قويه، في شيكابالا وفي طارق حامد وفي فيرجاني سياسي واشرف بن شرقي ومصطفى محمد. يعني اعتقد الخماسي الاكثر تاثيرا في الزمالك الناحيه الثانيه. اعتقد ان فايلر هيحضر قوته ان هو يخلي ان الخماسي ده او المفاتيح الزمالك تبقى هي وسيله ضغط على الزمالك. يعني اللي انا اعرفه او اللي انا شفته في تمرينات فايلر بيقول كده. تابعت تمرينات فايلر عن قرب؟ ايه الملاحظات اللي انت شفتها؟ لا الراجل جد جدا، الراجل جاي يشتغل، جاي في دماغه فكره عايز يطبقه. وفي النهايه احنا برضو احنا ما نقدرش نحكم على مدرب التدريبات، بس في النهايه هي شواهد. فاعتقد لا الراجل عنده فكر هيطبقه، واعتقد ان هو هيعمل ده في ماتش الزمالك. ان هو يطبق الفكر اللي انت تابعته يعني في التدريبات يعني. زايد الراجل اجتمع باللعيبه وعمل محاضره. انا عايز اسالك سؤال، انت بتقرا من ايه؟ معلش يعني انت بتقرا من ايه؟ يعني مثلا ماتش الاهلي والزمالك دي مباراه الناس كلها متابعاها والناس كلها عارفه قيمه الفرقتين ومدى اهميتهم وكلام من ده، فاكيد المعلومات كلها في دماغك صح؟ طب طيب احنا عايزين نتكلم كده بشكل طبيعي بخلاف كل التحضيرات اللي انت كاتبها، يعني عشان نبقى قريبين شويه من الناس. تتوقع تالق مين من النادي الاهلي في هذه المباراه؟ لو هو بدا بقفشه هيبقى قفشه ووليد سليمان. وليد سليمان انا متوقع ان وليد سليمان يبدا هينزل بين بعد يعني في الاخر في شوط تاني اعتقد لو هينزل وهيتالق برضه. احمد فتحي معود ان هو يتالق في المباريات الكبيره كويس. الشناوي رمضان صبحي. رمضان صبحي. رمضان بالمناسبة غاب عن مران الأمس بسبب إن هو يعني ربنا رزقه بمولود المولود الأول ليه زين رمضان صبحي، بنبارك له طبعًا على الهوا، فبالتالي غاب عن المران بالأمس. النهارده بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وغيابه عن مران الأمس مش مقياس خالص لمدى إمكانية مشاركته بشكل أساسي أو لا، لكن في كل الأحوال رمضان طبعًا قيمة كبيرة في خط وسط النادي الأهلي. عايز أتطرق شوية لموضوع حكام هذه المباراة، والكلام كان كتير على الحكام وإن صعب الفترة دي تجيب حكام أجانب من المستويات العالية جدا بسبب مباريات الدوري في أوروبا اللي بتبتدي جمعة وسبت وحد، لكن في كل الأحوال هل عندك معلومة إن ممكن يكون الحكم الأجنبي أقرب ولا هيتم اللجوء للحكم العربي ولا أنا بس عايز أستفسر عن حاجة، هو إحنا كنا مخبين الماتش كان معروف. طب يعني إيه دي الوقت؟
طب احنا يعني احنا الماتش معروف مع عدو وتقدر تتفق مع حكم تجيبه او طاقم حكام محترم يجي، ودي مباراه يعني لسه بنقول حساسه ولسه بنقول عايزين نخرجها بصوره لائقه للكره المصريه ونرجعها تاني. بالزبط. انت مش مخبي معاد الماتش، دي حاجه. الحاجه الثانيه طب انت ليه عايز تحرج الحكام المصريين في مباراه حساسه زي دي؟ طب ما يعني شيل الحرج عن نفسك. هم حاطين الحكام المصريين كخيار ثالث يعني، مش لكن انا صعب اللجوء، لكن انا يعني. انا برضه في اصوات نادت ان هم يجيبوا حكام عرب يعني لو ما فيش اجانب او كده، ده البديل الثاني. لو حكام عرب، وانا اعتقد ان احنا عاملين بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسي في حاجه زي كده، فاعتقد ان هو لا يعني ان شاء الله هيبقى في حكام يعني عرب او اجانب بس هيديروا الماتش. لكن ما حدش يقول لي ضيق الوقت، ودي الوقت ليه يعني؟ ليه ما اتحركوش من بدري يعني؟ ليه يعني؟ هو الماتش ما كانش سر، ما ربنا سهل يجيبوا. انا اعتقد لو هم هيجيبوا حكام اجانب مش صعب. هم كانوا مستقرين على ميعاد الماتش بشكل نهائي، هل ده ممكن يكون عطل في الخطابات اللي توصل لها؟ امتى هو معروف الدوري هيبدا؟ امتى هم قالوا يعني؟ انا اللي انا اعرفه او اللي اعلنوا، ايوه اعلنوا ان مباراه السوبر هتبقى قبل الدوري بيوم. يعني ده يعني هم عارفين امتى وكانوا محددين امتى ومعروف لو في سبتمبر. طيب ماشي خلاص، احنا هنقول ان احنا ما حددناش اليوم او الزمن بالتحديد. طيب ليه بتروج لي او بتقول لي انا عايز اجيب حكام مصريين؟ ليه؟ انا عايز افهم ليه. انت ليه مصمم في تصريحات رئيس الاتحاد لتهيئه الجمهور يعني مثلا؟ رئيس لجنه الحكام دايما يقول انا عايز حكام مصريين، ليه؟ تهيئه الجمهور لايه؟ ما انت عارف ان ده هيسبب ازمه كبيره ولتبعياتها بعض الفرق تقعد تقول بطوله اتاخد بسبب حكم او خطا او 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 بتروج لده. طب ليه بتعمل فينا كده؟ بيصير تعصب ليه؟ ده استفسار يعني. طيب عايز اتكلم على مدى تاثير حضور الجمهور لهذه المباراه. اول مره من فتره كبيره جدا زي ما انت قلت ان بيحضر جمهور مباراه القمه، بخلاف طبعا مباراتي الاهلي والزمالك اللي كانت في الامارات يعني في السوبر. ده كان طبيعي. لكن بتشوف مدى التاثير بالنسبه لحضور الجماهير لهذه المباراه سواء من الاهلي او من الزمالك؟ لا اعتقد ان تاثيرها هيبقى شيء ايجابي مش عظيم. ان الكره للجماهير اصلا. ان انا مجرد ان انا الجماهير صوتها هيبقى موجود في الملعب بيفرق كتير قوي في كل حاجة، سواء على اللعيبة، سواء القيمة التسويقية للمباراة، الشكل العام للمباراة، لا هيفرق كتير جدا. واعتقد ان الاهلي بيعرف يستفاد كويس قوي من موضوع وجود الجماهير في المباراة. الجمهور النادي الاهلي هيفرق معاه. طبعا جمهور الاهلي بيفرق في حاجات كتير جدا، لان جمهور الاهلي يعني في لحظات معينة كان هو سبب قلب دفة مباراة كتير جدا لصالح الاهلي. طيب عشان اقفل ملف القمه، الرساله اللي انت حابب تقولها لجماهير الاهلي والزمالك في هذه المباراه الهامه جدا؟ احنا ما صدقنا ان انتوا رجعتوا. تمام. ويا ريت تبقوا سبب في رجوع الجماهير بشكل دائم للمباريات. فنلتزم الفتره الجايه بالتعليمات اللي هتصدر عشان نقدر نكمل في المدرجات وشكل الكره المصريه يبقى كويس قوي. كل فريق او كل جمهور يشجع فريق، مش عايزين حاجه اكتر من كده. صح؟ عشان الدنيا تمشي كويس يا رب. اتمنى. نروح بقى لملف المدرب لمنتخب مصر وفيما يتعلق بميعاد تحديد اسم المدير الفني الجديد، هل فعلا ممكن يكون النهارده ولا لا؟ انت ايه رايك؟ هيبقى النهارده؟ انا اتمنى انه يبقى النهارده، انا اتمنى ان هو يبقى امبارح مش النهارده. احنا عايزين مش متاخرين شويه؟ جدا. لا ده انا بستفسر يعني. دلوقتي انت عندك خمس خيارات، وبعدين انا شايف اسماء لا تليق من غير ذكر اسميهم طبعا. بمعنى يعني في اسماء لا تليق منتخب مصر من الخمسه؟ اسماء مش اسم مثلا؟ يعني انت بتتكلم على عدد اسماء يعني اسم او اثنين. ماشي. انا مش هينفع نقول اسامي بس يعني ده منتخب مصر يا جماعه. ما ينفعش اجيب مدرب متوسط. هو مدرب ليه مستقبل لكن متوسط. متوسط لان انا هنا ايه مقياسي عشان اجيب مدرب لمنتخب مصر؟ هو انا مش لما هل هم وضعوا مقاييس؟ انت شايف ان في مقاييس؟ انا مش شايف في مقاييس. لا هو واضح كده مش هتبقى كويس ولا يعني انا شايف المدربين اللي هيجوا بالحب. وشايف يعني ما فيش سي في اقدر اقول ناخده بتاع غير المعلم حسن شحاته طبعا تاريخه. طبعا. ليه وفي سي في كابتن حسام بدري وكابتن حسام البدري وكابتن ايهاب جلال مدرب كويس. ايوه بس انا هقول لك حاجه ما تدخلنيش في اسامي بس انا هتكلم معاك فكره ان وكابتن حسام حسن ارض مدرب كويس وكابتن ميدو مدرب كويس الخمسه كويسين.
احنا مش هنقول بس في اسامي بنقول احنا النتائج. انا بتكلم بالنتائج، عمل ايه، خد بطولات ايه، تعال نحسب. لكن انت بتكلمني بتقولي ليه مستقبل، طب ماشي ده منتخب مصر، انا مش هجرب في منتخب مصر. مين اللي اتكلم قال لي مستقبل عن مين؟ على عندك حسام، كابتن حسام حسن وكابتن ايهاب وكابتن ميدو، الثلاثه بيقولك ليهم مستقبل. طب ده منتخب مصر يا جماعه، انا مش هجازف، ما ينفعش اجازف بقول ليه مستقبل، انا مش براهن. انا اجيب مدرب درجه اولى عارف ان هو ليه فكر هيعمل مشروع لمنتخب مصر، زي الكابتن حسن شحاته ما عمل مشروع، اجيب المدرب يعمل مشروع. طب ما هو كابتن حسن شحاته لما مسك المسؤوليه ما كانش عنده سي في، لا كان فات بس كاس وسوبر مع المقاولين. لا كابتن حسن شحاته كان ساعتها ونجح بشكل غير مظبوط حقيقي طبعا حقيقي. بس كابتن حسن شحاته دايما كان الناس بتتكلم في الموضوع ده، كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب ناشئين، وهو المنتخب اللي عمل مجد الكره المصريه في معاه. يعني انت لو بصيت كده المنتخب هو اللي طلع بيه، سواء عمرو زكي، متعب، احمد فتحي، الاخ، معظم الجيل ده هو اللي عمل طفره للكره المصريه، فكانت الكيمياء هنا جايبه. لكن دلوقتي انت شايف ايه؟ لا انا مش شايف ان ده ممكن يتكرر، التجربه دي ما ينفعش تتكرر بالشكل اللي هم عايزينه. بس يعني انا بس برضو انا برجع اقول لك الاسماء كلها زي الفل، اسماء كلها كويسه ما فيش مشكله، بس ممكن تقول لي المعطيات اللي هتخليك تختار. هل دايما السي في هو اللي بيرجح الكفه يعني؟ الجزء وليس كل. طيب هو ده معناه ان ممكن مدرب ما يكونش عنده سي في قوي بس ينجح. طيب هو انت المدربين دول انت اول مره تشوفهم؟ لا انت شفتهم قبل كده وعارف، ومش ما فيش حد فيهم غريب علينا. احنا عارفين كل واحد طريقه لعبه، طريقه شغله، ايجابياته وسلبياته، صح؟ طيب انت عارف انت بنفسك كامير او انا عارفين المدرب ده هيقضي ازاي وهيعمل ازاي. بس انا برضو برجع اقول لك انا موافق على اي حد في خمس، بس قول لي وانت بتختاره. لا انت مش هتنفع تقول لي، انت في الاول قلت لي معترض. أنا على بعض، انا بديك مثل لسه، لكن مش هنتكلم عن الخمسه بقى، يعني نتكلم على ثلاثه بقى من وجهه نظرك انت. يعني ثلاثه تمام. اختار لي بس قول لي المعطيات اللي انت اخترت بيها المدرب، الاسس اللي انت حاططها عشان تختار على اساس. انا عايز اعرف. لكن ما ينفعش ان فرد عايز مدرب وفرد ثاني عايز مدرب، او بناخد ده عشان احنا ده حماسي، او ما ينفعش ليس هكذا دور الامور يعني. بس تتوقع مين يكون المدرب بخلاف بقى وجهه النظر؟ والله انا يعني هو احنا يعني الكلام كله بين اثنين، كابتن حسام وكابتن ايهاب. وكل يوم كابتن حسام حسن ولا كابتن حسام حسن؟ وكابتن ايهاب جلال. اعتقد ان الاقرب كابتن ايهاب. كابتن ايهاب الاقرب؟ اعتقد. طب فيما يتعلق بجهاز المعاون، هو ده موضع الخلاف ما بين ايهاب جلال والجهاز. يعني هي لو وقفت على جهاز معاون هيبقى في طرديه وهيمشي الامور ببلدي. مين اللي هيمشي الامور؟ المدرب لا يختاروه يعني. لو كابتن حسام يعني كابتن ايهاب جلال ممكن يوافق في الاخر على بس ده شرف. كان زمان واقف شرف. لا الموضوع مش كده، بس هو عشان عايز ينجح فعايز الناس اللي يبقوا مناسبين معاه عشان ينجح. هو اللي انا عرفته هو المشكله على مدرب حراس المرمى. كابتن مصطفى كمان هو عايز، كابتن مصطفى والاتحاد عايز يجيب عصام الحضري. لا وكمان دخلوا ايمن طاهر في الموضوع. ففي الاخر يعني اعتقد ان الخلاف مش جوهري قوي. يعني في الاخر هيحصل يعني توصل لاتفاق بشكل ما او باخر، فاعتقد هتمشي. وفي نفس الناحيه الثانيه برضو شايف كابتن حسام في مفاوضات جاريه برضو موجوده، واطراف في اللجنه الخماسيه اللي ماسكه اتحاد الكوره عايزاه، فاعتقد الدنيا يعني متارجحه. بس انا شايف ان لا، ان كابتن ايهاب اقرب شويه. كابتن ايهاب اقرب. والانسب؟ الانسب هو الانسب في القياده ان شاء الله. البعض بيقول لك ان كابتن ايهاب جلال ما فيش تأييد اعلامي ليه، هل انت تتفق مع القرار ده او الرؤيه دي؟ خلينا نتفق، ده منتخب مصر. مجرد انا مش محتاج تأييد اعلامي قبل ما يعلنوا الاسم، لكن انا محتاجه بعد ما يعلنوا الاسم. كويس. انا مجرد ما يعلنوا ان الكابتن ايهاب او الكابتن حسام او الكابتن سين هيبقى المدير الفني لمنتخب مصر، انا معاك. انا بتاعك لغايه لما وهنقدك وهنشكرك، بس لازم ايدك في الاخر، لازم ايدك. يعني انا معترض او مش معترض، انا معاك، لازم اقف ظهرك اساندك. طبعا منتخب مصر مصلحه المنتخب. طبعا يعني امور اكيد مهمه جدا فيما يتعلق بمنتخب مصر، ومن المتوقع الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال باذن الله ساعات قليله قادمه المفروض. يعني لو هما بقى اجلوا اختلفوا تاني كلام من ده هنشوفه يعني. طيب رايك ايه في جدول الدوري؟ كام يوم كده تم الاعلان عن مواعيد الدوري بالملاعب بكل هذه الامور، رايك ايه؟ انا عاجبني قوي ان هما قال لك هنعملها مش موجهه
والقرعه القرعه مش موجهه وان كل فريق هو نصيبه. انا عاجبني ده قوي عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لي ايه انتوا لعبتوا في يناير بالصفقات الجديده او لعبتوا لا الفرق كلها هيسر عليها اللي هيسر على كل الفرق الصغيره زي بعض. فانا مبسوط جدا بالقرعه اللي مش موجهه. يتبقى نبقى جادين في انتظام المسابقه نبقى جادين في توقيع عقوبات على من يسيء للكره المصريه ويهين عناصر الكره المصريه عشان ما نفتحش باب تعصب جديد. لكن انا مبسوط جدا جدا بالقرعه نظامها الحاجات الجوهريه اللي فيها كويس. لا يعني انا شايف في تغيير بيحصل واستفدنا من كاس الامم وتنظيم كاس الامم وده شيء ممتاز. طيب عيننا اتاخرنا بصراحه اتاخرنا قوي الموضوع ما كانش خد وقت بقى. قوي ليه بياخدوا وقت في كل حاجه كده؟ انا مش عارف انا يعني انا مش عارف الموضوع ما فيهوش هل غصب عنهم بسبب الظروف مثلا لا ولا ظروف ايه في قرعه؟ بيبقى ظروف ايه في قرعه؟ ظروف ايه في قرعه؟ انت انا شايف ان 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 القرعه اسهل حاجه في هم مثلا جم في وقت ضيق وبعد كده قدامهم مباريات الدوري وفي نفس الوقت عندهم بعض الانديه مشاركه افريقيا وعربيا فبيعرفوا مواعيد المباريات الافريقيه ومواعيد المباريات العربيه عشان على اساسها يتم تحديد جدول الدوري والكلام من ده. ده ممكن يكون مبرر؟ لا طبعا انت جيت انت تم اسناد كاس الامم ليك في 6 اشهر قدرت تعمل مسابقه وتكملها وتعمل ملاعب وتلعب كاس الامم وقدرت تعمل كل حاجه. هنا هنا انت عايز الرغبه موجوده ولا لا؟ بس تمام. طيب هروح لفاصل، بعد الفاصل نستكمل هذا الحديث عن بعض الامور المحليه والعالميه بعد فاصل. بنكمل كلامنا واخبارنا النهارده، اتكلمنا عن مباراه الاهلي والزمالك واتكلمنا عن قصه مدرب منتخب مصر. نروح عالميا شويه مع ضيفي العزيز شادي محمد ونتكلم عن مباراه الشامبيونز ليج بالامس. ابرز مباراتين مباراه بورسيا دورتموند مع برشلونه انتهت بالتعادل السلبي ومباراه ليفربول ونابولي انتهت بفوز نابولي 2-0. شفت المباراتين دول ازاي وتقييمك ليهم؟ طبعا مباراه برشلونه و وكانت مباراه بورسيا دورتموند برشلونه ودورتموند امبارح كانت مباراه مهمه جدا. لا وكانت انا يعني كان فيها اثاره البلنتي والفرقتين واداء الفرقتين فكانت مباراه كلها اثاره. لكن انا بصراحه كل الناس كانت بتتفرج وكانت مهتمه بمباراه ليفربول لمحمد صلاح واحداث المباراه وحتى الناس علقت ثابت المباراه ثابت النتيجه. طبعا دي كانت سلبيه جدا لمحمد صلاح او ليفربول واهتمت بفكره ماني وصلاح وفكره ان هما الاثنين المشكله رجعت تاني ماني بيدي. ده السؤال اللي انا عايز اسالك فيه. امبارح ماني في كوره لو بصها لصلاح بدري شويه جول وما بصهاش وبصها متاخر وراحت بعيده جدا يعني كان هجمه خطره قوي فافقد الهجمه خطورتها. تمام محدش اتكلم على ان ماني كان اناني في هذه الكوره شمال. ما هو احنا هنفضل بقى نعد لبعض هو ماني هيقعد الناس اللي يعني الفانز بتوع ماني هيعدوا لصلاح والفانز بتوع صلاح هيعدوا لماني وفي الاخر ده شيء سلبي لليفربول. واعتقد ان لازم يبقى في تدخل واضح وصريح للموضوع ده ويحلوه يا اما خلاص كده. اعتقد الموضوع ممكن ياثر على طبعا واعتقد ان واحد فيهم هيمشي في يناير. طيب خلينا نروح مداخله مهمه جدا مع عبد الرحمن احمد ناجي نجل الكابتن احمد ناجي واللي مر اليومين اللي فاتوا بوعكه صحيه والنهارده كان عمل جراحه عاجله. يا عبد الرحمن مساء الخير عليك. بخير عليك يا امير، اخبارك ايه؟ طمنا عليك. اخبارك ايه؟ تمام كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. طمنا وطمن كل جمهور الكره المصريه على الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي. قول لنا الامور ايه؟ ايه اللي حصل؟ لا هي الامور بسيطه جدا الحمد لله، هي بس شويه اجهاد بسيط. بس احنا الحمد لله مطمن عليه فقعد امبارح النهارده كنا بنقدر نشرح بالظبط حديث اكثر لك بنخلي الجراحه والحاله الصحيه جيده جدا الحمد لله. الجراحه كانت عباره عن ايه يا عبد الرحمن؟ لا لا مفيش جراحه خالص، مفيش اي جراحه. مفيش جراحه حصلت يعني؟ لا 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 مفيش اي جراحه خالص، الموضوع بسيط جدا بس هو
افراد صداع جهاز خفيف. حبينا نطمن عليه بس فقعدناه في المستشفى لحد ما نطمن عليه لازم كل الفحوصات اللازمه وكل التحاليل اللازمه، لكن مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي تدخل جراحي ولا في اي حاجه خالص. حالته كويسه ومستقره والامور كويسه الحمد لله. لا الحمد لله مفيش اي حاجه خالص، الموضوع بسيط جدا يعني. خرج يعني من المستشفى؟ نطمن عليه. خرج من المستشفى. الو. ايوه يا عبد الرحمن سامعني؟ اه سامعك يا امير. خلاص هو غادر المستشفى صح؟ هو احنا هنغادر بكره الصبح عشان احنا كنا بنكمل في حاجات كانت بيعملها هو صايم النهارده، فهي كانت ما طلعتش، فاحنا مش عايزين نمشي بس في الوقت مطمنين 100%، مفيش اي حاجه الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي الامور مستقره مفيش اي مشكله، وان شاء الله بكره الصبح هنغادر المستشفى. ان شاء الله بألف سلامة بإذن الله. عبد الرحمن انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا. عبد الرحمن احمد ناجي نجل الكابتن احمد ناجي، طمنا على حالة الكابتن الكبير ومدرب حراس المرمى الكابتن احمد ناجي. مرشح كابتن احمد ناجي للجهاز الفني؟ يا ريت. انا اول برضه تمنيت الشفاء للكابتن الكبير احمد ناجي، وكون حاجه بسيطه ويخرج بالف سلامه لينا ان شاء الله. لكن يا ريت طبعا كابتن احمد ناجي علامه مميزه جدا في صناعه حراس المرمى، فمش محتاج اشاده من حد ولا ترشيح حد. انا مستغرب ان اسمه بره الترشيحات. هو خارج الترشيحات اعتقد. الاسباب ممكن تكون ايه يعني؟ هي ممكن عامل السن، ممكن هي مش اسباب واقعيه لكن هي ممكن تقول حجج. حجج. انا هو طيب. فكره ان انا مش عايز اي حد من الجهاز القديم بس. نرجع بقى للتشامبيونز ليج، وكنا بنتكلم على قصه صلاح وماني وهتبقى مؤثره لو استمر بالطريقه دي. لكن تتوقع ان ليفربول تكمل في التشامبيونز ليج؟ مجموعتهم سهله مش صعبه، هي فيها نابولي بس، متوقع ان هم يكملوا في التشامبيونز ليج؟ لا هتكمل طبعا، هتطلع ادوار متقدمه، واعتقد ان المباراه مش هتاثر في مسيرتهم. لا وهيخشوا ادوار متقدمه وصلاح هيقدم اداء هايل ان شاء الله. مركزين هم اكتر على الدوري السنه دي مثلا ولا؟ هو في تصريحات كانت سلبيه ليهم، بس اعتقد ان السنه دي مختلفه بالنسبه لهم، لان تصريحات ان انتوا مش هتقدروا تجيبوا 100 بونت اللي تاخدوا بيهم او 100 نقطه تاخدوا بيهم الدوري الانجليزي زي المان سيتي. لكن هم لا المره دي في اصرار، اعتقد ان هم عملوا مفاجاه الموسم اللي فات وخدوا دوري الشامبيون ليج. بس مهما كان البريمير حاجه مختلفه بالنسبه مختلفه جدا. واعتقد ان هم مركزين السنه دي ان هم عايزين ياخدوه باي وسيله. هم دلوقتي فارقين عدد نقاط 5. لا مش خالص. السنه اللي فاتت كانوا هم برضه في الاول لغايه لما ضيعوا نقط كتير في نص الدوري، في مرتين كانوا هم السبب في ضياع الموسم منهم للاسف. برشلونه وبورشا دورتموند، برشلونه ما زال متاثر بغياب ليونيل ميسي حتى لو شارك في الشوط الثاني امبارح. بص ميسي يعني انا حرام ان انا اقول كده، يعني صعب قوي ان انا اقولها كمان اوصف ان ميسي هو فاكهه كره القدم العالميه. يعني انا لو ميسي لو مش موجود او غياب طبعا غيابه مؤثر طبعا، وظروف المباراه زائد حتى لو رجوعه مش هيبقى لسه كامل وخايف على نفسه، لكن ميسي بيؤثر طبعا جدا جدا. يعني هو ورونالدو احنا محظوظين ان احنا موجودين في وقت الاثنين دول بيلعبوا كوره. واعتقد ان لا يعني وهيقدر يعوض برشلونه عن مباراه امبارح ونتيجه امبارح، وهيوصل برده ادوار متقدمه ان شاء الله. طيب النهارده بقى ماتشين جامدين برده، باريس سان جيرمان وريال مدريد، تتوقع ايه المباراه دي؟ لا في ظل غياب عدد كبير جدا من اللاعبين هنا وهنا. لا اعتقد ان هتبقى مباراه قويه، لان زيزو لسه عايز مباراه في ملعب باريس يعني. لا عادي زيزو معودنا ان هو شيخ هيكسب. زيدان لا زيدان هيعمل نتيجه قويه اعتقد ده. حتى لو الاداء مش مرضي خالص في الدوري، زيدان شيخ، زيدان حظه رهيب يعني. انا بص انا ما بعترفش بالحظ بكل، بس زيدان حظه رهيب، انا ما بشوفش كده في حياتي. لكن زيدان لا المره دي هو العناصر اللي جابها والموسم انتقالات مميز. خلينا نقول ان ريال مدريد هيبقى مختلف السنه دي عن الموسم اللي فات. لا هيعمل نتيجه كويسه جدا، واعتقد انه هيكسب او يعمل نتيجه ايجابيه على الاقل تعادل. غياب نيمار ومبابي هيؤثر على باريس سان جيرمان، نجمين الفريق. في المقابل في بعض الاخبار بتقول ان تم الاتفاق ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على انضمام مبابي في الصيف القادم. لو الاخبار دي صحيحه، مدى التاثير الايجابي اللي هيكون لريال مدريد بعد ما ينضم مبابي من وجهه نظرك؟
لا هو موهبة على الطريق، لعيب مميز جدا جدا، من افضل اللاعبين في العالم. وسنه صغير، وسنه صغير، لا هيفرق في حاجات كتير. ريال مدريد عايز يعوض غياب رونالدو برضو، برضو لازم نتفق ان رونالدو لما مشي ريال مدريد في هبوط كبير قوي في المستوى طبعا. في دروب حصل في الفرقه، لا هو محتاجين نجم يعوض، بس طبعا لسه بدري قوي ان احنا نقارنه برونالدو، او ما فيش حد يقارن رونالدو في الوقت الحالي اصلا يعني كمستوى. فبس برضو هيقدر يعوض جزء أكيد. بعد طبعا بعد الانباء كلها بتقول ان بيل هيمشي، فممكن يعوض الجزء بتاع جاريث بيل ان شاء الله. طيب مباراه اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مكرر بعد السنه اللي فاتت، كانوا ماتشين جامدين جدا، وفي الاخر يوفنتوس هي اللي تاهلت بشكل كان مميز جدا. تتوقع مباراه اليوم تبقى عامله زي في ملعب اتلتيكو مدريد؟ هو طبعا اتلتيكو مدريد فريق شرس قوي جدا، عنده استقرار فني كمان، سيميوني بقاله كتير قوي معاه، وفرقه مميزه جدا، وفي انتدابات جت مميزه برضو. بالنسبه ليوفنتوس او اليوفي دي فرقتهم المفضله يعني، للاسف احنا اليوفي الفتره يعني الموسم اللي فات عمل انتدابات كويسه وكل حاجه، بس في مشاكل ضربت الفريق، ودي اعتقد هتاثر في المباراه. زي طبعا ملعب اللعب على ملعب اتلتيكو بيبقى صعب قوي، فرقه أكيد. شرسه، فرقه منظمه، فرقه بتعمل تكتيك مميز جدا من خلال سيميوني واقف بره على الخط، مش سايب حد واقف مكانه. لا هتبقى مباراه قويه جدا، واعتقد ان هي هتطلع ايجابيه لاتلتيكو. جواو فيليكس هيفرق مع اتلتيكو مدريد، هو في الحقيقه عامل مباريات رائعه في الدوري الاسباني في الحقيقه. بصراحه يعني انا بقول لك هو سيميوني كمان يعني بيتسحب كده ويقدر يمتعك من 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 غير ما انت مهيئ نفسك انت هيقدم مباراه كبيره. بتشوف بدايه النني ازاي في تركيا بعد الطرد؟ لا انا سمعت كمان ان هو هيتم تحقيق معاه لجنه القيم هناك. انا مش عارف مجلس تاديب الاتحاد التركي، انا مش عارف هم مسمينها هناك ايه، زينا كده لجنه القيم ولا مسمينها ايه. لا اعتقد ان بدايه مش جيده خالص، سواء المستوى الفني او المستوى الاداري، مش عارف ليه كده. انا اتفائلت خير ان هو هيبتدي يلعب ويرجع تاني ويرجع نني، لكن انا شايفها مش، بس اعتقد ان هو يقدر يرجع يعني، مش هيسيب. نتمنى له، لان هو اكيد هيكون اضافه لمنتخب مصر لما المدير الفني الجديد يجي باذن الله يعني بالسلامه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ شادي، نورتنا وشرفتنا يعني. بشكرك شكرا جزيلا، كان ضيفنا العزيز فقره حلقه كلام في الميديا الفقره الثانيه النهارده الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم، واتكلمنا في امور عديده جدا. بكره ان شاء الله استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء. Thank you.